احنا النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل الكيمياء. قلنا ان الكيمياء هي عبارة عن جرافيكال ديفايس. يعني ايه جرافيكال ديفايس؟ يعني انت شايف الفاريابلز علاقتها ببعض قدامك، شايفها قدامك، وبالتالي ممكن تقول ممكن تساعدك في التبسيط. اسمها كارنو ماب، والكارنو ماب عشان تعملها هي اسقاط للماب داخل الترو ستيبل. الترو ستيبل لما انت اخذت في اعدادي او في الترم الاولاني هي علاقة بين الاوت بوت والانبوت. ولو عندك كي ماب زي ما اتفقنا لها 2 انبوت، يبقى عندنا 2 اس 2، يبقى عندنا 4 كومبينيشن. لو لها 3 انبوت يبقى 2 اس 3، يبقى عندي 8 كومبينيشنز. ونشوف الاوت بوت بتاعك اللي انت عاوزه بشكله ايه. هناخد امثله النهارده باذن الله على الكلام ده. ممكن الاوت بوت يكون سيركت لها 1 اوت بوت، ممكن سيركت لها اكتر من 1 اوت بوت. يعني انت دلوقتي عم بتشتغل عملي، تعمل سيركت تجمع وتطرح، هل استخدمت فيها الديكودر؟ السلام عليكم. استخدمت فيها ديكودر يا دكتور، وحاولت. ديكودر. هذا الديكودر بياخد الاوت بوت من الاذر اللي هم 4 بت، اللي هو الصم بتاع القدر، كانبوت لهذا الديكودر. وده لوجيك سيركت، ويطلع لك 7، بياخد 4 انبوتس ويطلع 7 اوتبوت. ده كمثال قدامك اهو، ان السيركت ممكن يكون لها اكتر من انبوت ولها اوت بوت واحد، زي اي لوجيك سيركت، زي الاند جيت والاور جيت والكلام ده. الاند جيت لها 2 انبوت اكس واي، ولها اوت بوت زد 1 انبوت. او ممكن يكون زي ما قلت لك اللوجيك سيركت دي ممكن يكون لها اكتر من انبوت واكتر من الاوت بوت، اكتر من 1 اوت بوت، زي الديكودر اللي انت استخدمته ده. الاذر اللي انت بتجمع كذا انبوتس، يطلع لك سم 1 وسم 2 وسم 3 وسم 4، 4 اوت بوت. فحسب ما انت عاوز صم السيرك بتاعتك بالشكل ايه. لو عندي 2 انبوت، عندي 2 انبوت زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، ان 2 انبوت يعمل لك 4 كومباينيشن، وبالتالي ال 2 انبوت دي من خلالهم ممكن اعمل
16 سيركت مختلفين عن بعض، وإن الكلام ده المحاضر اللي فات. وقلنا الكلام ده المحاضرة اللي فات، اللي هي 2 أس 4 ب 16. يعني ممكن تعمل كتالوج كده يحتوي على 16 سيركت مختلفين عن بعض. وعندي 3 انبوت A وبي وسي، دول يعملهم 8 كومبينيشن، من خلالهم اقدر اعمل 2 اس 8، 2 اس 8 دول يعملوا لي 256 سيركت مختلفين عن بعض. وهكذا لو عندي 4 انبوتس يعملوا لي 16 كومباينيشن من كل صفار لكل وحايد. يعني ببدا من الصفر لغايه 15 تعدهم تتقوم 16 كومباينيشن، دول يعملوا لي 2 اس 16 سيركتس مختلفين عن بعض. اللي هي 2 اس 16 انا عباره عن 65536 سيركت مختلفين عن بعض. وهكذا. واحنا زي ما اتفقنا ان انت لازم أن تبسط الاكسبريشنز، لابد عشان تعمل implementation للاوتبوت اكسبريشن. يعني ايه implementation للاوتبوت اكسبريشن؟ يعني انا احاول بقدر الامكان استخدم الاي سيز اللي عندي علشان انفذ هذا الاكسبريشن. وبما ان التروث تيبل بتاعنا هو اساس الشغل اللي بيجيب علاقه بالاوتبوت والانبوتس، فالكارنو ماب اللي بنقول عليها كي ماب ديا، بنقول عليها كي ماب للاختصار، لابد انها تعتمد على هذا التروث تيبل. لابد، يعني من خلال هذا التروث تيبل بتجيب علاقة بين الاوتبوت والانبوت. اما في شكل sum of product او product of sum، زي ما يقول لك، زي ما انت شايف انه الاسهل لك، لو عدد الوحايد اقل من عدد الاصفار فبنخش على بنعمل اكسبريشن بتاعنا sum of product لما يعملوه عند الوحايد. اما لو عدد الاصفار اقل من عدد الوحايد بنخش على product of sum. في الامتحان يجب ان تلتزم بلا يقول لك عليه السؤال. لو قال لك خلي الاوتبوت بتاعك sum of product لازم أن تجيب الاوتبوت في الصورة بتاع sum of product. لو قال لك الاوتبوت عاوزه في البرودكت اوف sum تخليه في البرودكت اوف sum، لان في الامتحان بيمتحنك وعاوز يشوف الباك جراوند بتاعك فاهم ولا مش فاهم. فعندك هو فورمات للكي ماب اللي عليك انت في سنة اولى اتصالات، كي ماب لاثنين فاريابل وكي ماب لثري فاريابل وكي ماب لفوي فاريابل. اكتر من
خمسة ممكن تتعمل بسهولة، أكتر من خمسة بنلجأ لبرنامج يعمل لنا يحل يبسط الإكسبريشن بالقيمة، استخدم برامج. فعندك هو ده كيماب لي قدامك على الشاشة، ده كيماب الاثنين فاريبل اهو ما تحتوي على 4 سكويرز، كل سكوير من دول بس يمثل حالة من الحالات الموجودة في الترو ستيبل. عندنا 2 فاريبل يبقى عندنا 4 كومبينيشن، قدامك يبقى عندنا 4 سكويرز اهو. عندي 3 فاريبل يبقى 2 أس 3 بـ8 كومبينيشن، يبقى عندنا 8 سكويرز، واضحين قدامكم. لو عندنا 4 فاريبلز، عندنا 4 فاريبلز يبقى 2 أس 4 بـ16، يبقى عندنا 16 سكوير اهم، كل سكوير بيمثل حالة من الحالات بتاع القيمة. انت بتحط في السكويرز دي السكويرز دي الاوتبوت بتاعك. انت لو شغال في بولين الجبر الاوتبوت اما 1 او 0، حط في السكويرز دي الاوتبوت بتاعك طبقا للانبوتس، طبقا لكل انبوتس عندنا كومبينيشن بتاع الانبوتس. ده الفورمات بتاع كي ماب اللي قدامك دي ل 2 فاريبل، بادئ من الاي اها، اللي بعدها اي داش، بنشتغل في الاتجاه الافقي اهو، اتجاه الراسي بي وبي داش، دول يعمل لك كومبينيشنز بتوعك. هنا السكوير ده عند كومبينيشن اي بي، نشوف الاوتبوت كام ونحطها مكان الاي بي دي. في اي داش بي نشوف الاوتبوت بتاعك قد ايه ونحطها مكان الاي داش بي، وهكذا. هنا ناقصه هنا عباره عنها تبقى اي بي داش، دي غلطه مطبعيه، دي ده اي بي داش وده اي داش بي داش، نشوف الاوتبوت عند الاي داش بي داش ايه، لو كان صفر نحط صفر، لو كان واحد نحط واحد. مش عاوز تبدأ من الايه، وعاوز تبدأ من الايه داش، فممكن تقول ايه داش بدل ايه ده هي، تحط ايه داش ولجنبها ايه، وبدل البي تحط بي داش ولتحتابي، بس ما فيش حاجة يعني اللي يعجبك. عندك هنا ده الكيماب الخاصة ب اللي هي التلاتة فاريبلز والأربعة فاريبلز قدامك اهو. هنا البي داش ده غلط، يعني غلطة مطبعية، دي اعملها اي داش. السلام عليكم. تمام السلام دكتور. عليكم. تمام يا دكتور. يعني بدل اي داش دي حط عليها ايه، حطها مكانها ايه، اي داش اي داش وهكذا. وده ايه، وهنا ممكن تقول بي داش. شوف بقى بتبص ازاي انت، هنا زي ما اتفقنا وشرحناها المحاضرة اللي فاتت، أنا بحاول أعيد هون، وقلنا لازم one variable يتغير في الوقت الواحد لابد. عندك في الاتجاه الأفقي أدا بي داش سي داش، هنثبت البي داش ونغرر السي، بدل ما كانت سي داش بقت سي. السي اتغيرت نثبتها ونغير البي، كانت بي داش تحول البي، البي اتغيرت نثبتها هو في البي اهي، ويبقى على دور ها سي داش قدامك. ونحط في السكويرز دي الاوتبوت
عند مثلا اي داش بي داش سي داش نشوف قد ايه ونحط في السكوير ده ونشوف الاوتبوت عند الاي بي داش سي داش هل هو واحد ولا صفر نحطه وهكذا. ده الفورمات اللي قدامك دي الاربع فاريبل اهي اي داش بي داش السكوير اللي بعده نمشي في اتجاه افقي اي داش بي اهي يبقى انت ثبتت الاي وغيرنا البي قدامك البي غيرت نثبتها ويبقى عليها الضوء هو الاي يبقى بعد كده تبقى اي بي الاي غيرت نثبتها ونغير البي يبقى طلع بي داش ونفس الكلام بالنسبه للاتجاه بالنسبه للاتجاه الراسي مش عاجبك انت الفورمات دي مش عاجبك اعملها باي شكل انت تعلم ده الكيما بالخاصه ب الصم والبروده الفورمات بتاع الكيما بالخاصه بالصم والبروده ممكن تبدا انت تعلم ناخد القانون بتاع اللي هو الاكسبريشن قلنا لو قلنا اي داش بي داش اول اي داش بي هو ده القانون او الاكسبريشن اللي مبنى عليه القيمه لو انت خدت اي داش عامل مشترك هيتفضل لي بي اور بي داش بي اور بي داش بيساوي واحد يبقى تبسيط هو الاي داش هو ده مبنى عليه الكيمات بتاعتنا وبالتالي لما يبقى عندك تو سيلز جنب بعض لازم يبقى فيه وان فاريبل وان فاريبل يتغير في الوقت الواحد لابد كده عشان اعرف ابص انت مش عاجبك الفورمات اي داش بي داش اي داش بي اي بي اي بي داش ابدا باي كومباينيشن تعجبك عاوز تبدا بالاي بي يبدا بالاي بي يعني بدل اي داش بي داش ابدا باي بي باي حاجه اي كومباينيشن بين الاي والبي اللي يعجبك بل ما انت فاهم البرنسبلز ما فيش اي مشكلة بعد كده نثبت الاي ونغير البي اللي بعده يبقى اي بي داش البي داش اتغيرت نثبتها يبقى ده بي داش اهي الاي على الضر يبقى اي داش بي داش الاي داش اتغيرت نثبتها يطلع لك اي داش بي فهمت يا ابني ولا فهمتش؟ فهمت يا استاذ هشام؟ تمام يا دكتور فهمت يعني انت يعني كل الكتب والمراجع بتقول لك امشي هي عطلك المبني الشكل كده لك اي داش بي داش اي داش بي اي بي اي بي داش سي داش دي داش سي داش دي سي دي سي دي داش ولكن لو انت فاهم الشغل لو انت فاهم الشغل مظبوط وتقدر انت تقدر انت يعني تطور في الموضوع هي دي القانون هو ده العلاقة ان الاي داش بي داش اور اي داش بي التبسيط هو التبسيط بتاعنا هو اي داش يعني ايه معنى الكلام ده ان وان فاريبل اللي هو الثابت الفاريبل الثابت هو ده بيساوي التبسيط لما يكون عندي اتنين سيل هم زي اي داش بي داش واي داش بي المتضارب فيهم هو البي داش ويطلع لي هنا والثابت هو اي داش يبقى التبسيط هنا اطلع لهنا لو انت خدت الاثنين سيل دول مع بعض جنب بعض اطلع لك اي داش سي داش دي داش
وبالتالي ممكن أبدأ بأي كومباينيشن تعجبك. عاوز تبدأ بإي داش بي، ابدأ بإي داش بي. بأي حاجة عاوز تبدأ بالإي بي داش، ابدأ بالإي بي داش. طب أنت لو يا أخ هشام، لو بدأت بإي تمام. داش بي، إي داش بي، ها الترم اللي بعده يبقى كام يا هشام؟ لو ايه داش بي، عايزين ايوه عاوزين بقى عاوزين ايه الترم ده؟ التاني خلي، عايزين تبقى الترم التاني بالاي يكون داش عكسه. صح؟ بالاي ايوه داش ايه بقى؟ ماشي. بي داش ايه صح؟ ايه داش، تمام. اي داش بي داش. البي داش اتغيرت نثبتها، يبقى دي بي داش نثبتها هون ونغير يمين الايه، كانت اي داش تبقى الايه صح؟ صح تمام يا يعني. هشام، ونثبت الايه ونغير يمين البي داش كانت تبقى بي، يبقى طلع لي اي داش بي، اي داش بي داش، اي بي داش، اي بي. فهمت يا هشام؟ تمام يا دكتور. اللي يعجبك يعني، ما دي مش مجرد يعني الكتب بتقولش الكلام ده، ولكن انت كونك فاهم الشغل فلا فيش اي مشكلة. ناخد مثال، اهو خدنا المثال ده، جوز حد هل في مشكلة المثال ده؟ لا تمام، نرسم تو ستيبل ونبدأ نجيب السم اوبزورد ونحقق الماب، صح؟ يعني انت عندك هنا اي بي، انت عندك دلوقتي بول بلوز بولين اكسبر، انت خدت هذا الطبيعي الاكسبريشن بتاعك ده واخدينه من الترو ستيبل. فهو قال لي عندك هنا كام فاريبل، اي وبي وسي، فانت تحتاج هنا كي ماب من ثلاث مغيرات. ثلاثة فاريبل، ثلاثة فاريبل، اما تخليها بشكل افقي او شكل رأس. او ده شكل رأسي ممكن تخليها بشكل افقي، ما فيش اي مشكلة. الوقت عندنا الاكسبريشن بتاعك هو ايه الاكسبريشن؟ اكس او اي بي اور اي بي داش اور بي سي، هو ده الاكسبريشن. عاوز تحط بقى هذا الاكسبريشن، اكسبريشنز دي ده عباره عن سام برودكت، يعني احنا حصلت عليه عن طريق تشوف الواحد موجود فين في الاوت بوت وتحصلنا على هذا الاكسبريشن، وعاوز يبسطه بالكلمات بتاعته. نيجي نبص في بي الاي بي، الاي بي ده الاي بي ثابته فين؟ الاي والبي ثابتين فين؟ في هذه الكيمات. انت رسمت الماب، هل فيها مشكله؟ ما فيش مشكله. ونيجي نبص الاي بي، الاي اند البي ثابتين فين؟ ها ثابتين فين الاي اند البي؟ اهو في ساكينو. السكوير ده، اهو اللي هو عبارة عن A B C والسكوير الثاني A B C داش، صح ولا غلط؟ تمام السكوير هو ال A B A، اهو السكوير ده اهو اللي عليه الكورس ده، السكوير ده اهو، ده اهو شايفه يا ابني المظلل ده؟ تمام شايفها ديًا؟ تمام يا دكتور. ده السكوير ده وصفه كده، وصفه يا هشام، ده عبارة عن مين بقى؟ ده عبارة عن A B C جنبه بس A داش B A. هذا السكوير بس لوحده A بس B C، فهمني يا هشام؟ تمام. أهو يبقى اكتبها كده مثلا A B C. السكوير اللي تحته يا هشام وصفه كده، دوت اي بي اي بي سي بار او سي داش. اي بي سي داش، صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. خد الاي بي عن مشترك يا هشام، تمام، لو خدت الاي يعني بي عم مشترك سي اور مين؟ سي اور سي داش، سي داش، سي اور سي داش بيساوي كام؟ يبقى واحد. اورك واحد. يبقى ده لو خدت الاثنين دول مع بعض كده، شايف يا هشام؟ ده هم
دي بيمثلك مين يا هشام؟ اوكي مسؤول لي اي بي اي بي. وبالتالي الترم اللي انت عندك ده اللي هو اي بي احطه وحيد فين يا هشام؟ نحط واحد مكانه اللي هو في السكوير اللي هو الاي بي سي، وواحد فين كمان يا هشام؟ اي بي سي بار او اي داش. انت هشام باشا. تمام يا دكتور، شوف كده حضرتك. فاهم كده؟ تمام. نخش على اي بي داش. اي بي داش، طيب الاي بي داش، اي بي دول ثابتين فين يا هشام؟ الاي والبي داش ثابتين فين؟ بي داش و سي داش ثابتين في في الاي داش و بي. صح؟ تمام اهو، بحيث ان انت تاخد اي بي داش عامل مشترك يطلع لك سي اوكسيداش اللي هي بواحد، تطلع لك اي بي سي داش. صح؟ تمام يا دكتور. مفهومه دي؟ تمام. احط واحد في السكورين دول، كل سكور احط فيه واحد. وعندها البي سي، البي سي ثابته فين يا هشام؟ ثابت اي في الاي داش اي بي بي سي واي بي سي. صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. خدت بي سي عن مشترك يطلع بين قوسين اي او اي داش يطلع لك بي سي اهو. وبالتالي حطيت المابسة، عملت الماب بتاعتي وحطيت الوحيد قدامك. مشكلة؟ لا تمام يا دكتور. ماشي. يجوز المحاضرة اللي فاتت احنا شرحناها بسرعة كده، ويجوز بعضكم ما فهمهاش يعني. دلوقتي فهمت تاني. تمام، بس سؤال بس يا دكتور، ايوه. هو ليه لازم الاختصار دوت يا دكتور؟ يعني البرو الجبر بتقول الاختصار ممكن يطبقه على اي حاجه تانية غير القيم اللي بتكون بواحد، ما ينفعش اطبقه على القيم اللي بصفر التانية. ايوه يا فندم، ما هو انت جبت الصم اوف بروتك ازاي؟ عن طريق ان انا بجيب القيم اللي هي بواحد وابدا الكيماب اعمل لها عندك قاعده. عن طريق تروث تيبل عند الوحيد، مظبوط؟ تمام. وبالتالي دي كيماب يا استاذ هشام خاصه بمين بقى؟ صم اوف مين؟ سب اوبرك في ما كي فيها ماب تانية خاصه ببرودكت اوف مين؟ اوف سم. اوف صم. نشتغل على الصفار بدل نشتغل على الوحيد. ماشي يا هشام؟ تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. هنبسط ازاي؟ هنبسط ازاي؟ زي ما قلت لك المحاضره اللي فاتت، بنبص على هل عندي ثمن وحيد؟ لو لا الماب كلها، لو الماب كلها وحيد، الماب كلها ايه؟ وحيد. كل السكويرز اللي قدامك دي وحايل، فالتبسيط كله هيساوي واحد ولا غلط؟ تمام يا دكتور. هتقول لي الاول بيساوي واحد، مفيش في عندك كيماب هي ليه 8 فاريبل، يمشي على 8 فاريبل، يمشي على الاثنين، يمشي على الاربعه، يمشي على الكلام ده كله. وناخد امثله، مفيش 8، مفيش 8 وحيد جنب بعض. نبص على 4 وحيد جنب بعض. 4 وحيد جنب ايه؟ جنب بعض. جنب بعض يعني ايه جنب بعض؟ يعني قلت لك قبل كده الكيماب دي عباره عن كره، وانت شقتها وبقت فلات. شفنا الكلام ده؟ تمام يا دكتور. ايوه بالتالي الحد ده هو نفسه الحد ده، الحد اللي فوق ده هو نفسه الحد اللي تحت، والحد اللي على الأقصى أقصى اليمين ده هو نفسه الحد اللي في الأقصى الشمال ده. صح؟ تمام يا دكتور. وبالتالي تجد الواحد ده هو جنب الواحد ده. فاهمني؟ لأن الحد اللي فوق هو نفس الحد اللي تحت. تمام. فتجد يعني ايه adjacent، يعني جنب بعض. كلمة adjacent دي مهمة جدا جدا جدا، يعني هتسمع عنها لو انت دخلت حاسبات او بتاع، ما تيجي تعمل ايمج بروسيسنج ولا يعني تعمل بروسيس الصورة، تكبرها تصغرها تحوش منها نويز تحسنها كل الكلام ده، فانت بتتكلم على حاجات
جنب بعض adjacent. فهمت يا ابني؟ تمام adjacent يعني جنب بعض. تقدر السكوير ده هو جنب السكوير ده جنب بعض، ولكن السكوير ده هو هو جنب السكوير اللي تحته ده، وجنب السكوير اللي تحت خالص ده. يعني السكوير اللي فوق ده هو اي داش بي داش سي داش، جنبه اي داش بي داش سي، جنبه اي داش بي سي داش. وهكذا. ولكن السكوير ده هو ده هو جنبه السكوير اللي تحته ده، واللي جنب السكوير اللي على يمينه ده، بس السكوير ده هو مش جنبه ده هو السكوير ده مش جنب السكوير اي داش بي داش سي. السكوير اي بي سي مش جنب اي داش بي داش سي. فهمت يا ابني ايه يعني جنب؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى عندك الله، نبص ما فيش ثمن وحاجه جنب بعض، نبص على الاربعه وحاجه جنب بعض. تجد اهو الواحد اهو اللي فوق ده الاربعه وحاجه هم دول جنب بعض، ونشوف ايه اللي ثابت فيهم. ايه اللي ثابت فيهم؟ ايه اللي ثابت في الاربعه دول؟ كلهم رقم واحد هو ايه؟ لا اللي هو ايه العنصر ايه؟ هو مين؟ المشترك في العنصر، العنصر ايه؟ ايوه متغير ايه؟ الفاريبل ايه؟ وبالتالي التبسيط بتاع الاربعه وحيد دول هو ايه؟ ماشي يا ابني؟ تمام يا دكتور. هنا في واحد اهو، نسال نفسنا هل في اربع وحيد تانيين؟ ما فيش. نبص على اثنين وحيد نجد نقوم واخدين. انت خدت الواحد ده ده اهو شايفه ده؟ تمام. خدتوا مرة أربعة دول، وفي واحد على الشمال أهو، ممكن تاخدوا الواحد ده مع ده عادي. مش قلنا إكس زائد إكس بيساوي إكس؟ تمام أيوه. يعني ممكن تكرر الحاجة مرتين ثلاثة أربع مرات. تمام قلنا كده إكس أور إكس أور إكس أور إكس بيساوي إكس. أي حاجة قلنا نفسها بنفسها. أهي وبالتالي هذا الواحد أنا محتاجه أكرره أهو، هاخده مع الواحد اللي جنبه ده. يبقى عندك اتنين وحيد ابسطهم، يبقى ايه اللي ثابت فيهم؟ البي سي. يبقى البي سي. يبقى التبسيط كله هو عباره عن ايه اور بي سي، لان عباره عن صام وبرو. التبسيط كله هو ايه اور بي سي. صعبه؟ لا تمام يا دكتور. اهو فانت بتشوف هذا الاربعه دول هيجيبوا لك الايه اهو، والاثنين دول يجيبوا لك بي سي. يبقى التبسيط كله هو عباره عن ايه اللي هو عباره عن سم اوف برودكت ايه اور بي سي. واثبتها لك اهو، انت خدت الاربعه دول اهم. هل الاربعه دول فعلا الاربعه وحيد دول جنب بعض؟ ايوه جنب بعض. والتبسيط هيساوي ايه؟ هيساوي ايه؟ مفيش اي مشكله. اول واحد عباره عن اهي الواحد ده اهو هيمثل لك ايه بي داش سي داش اهي ايه بي داش سي داش. اللي جنبه عباره عن ايه بي داش سي ايه بي داش سي. اللي تحته ايه بي سي. اللي تحته ايه بي سي. ماشي دي مش اي مشكله. اللي تحته A B C داش A B C داش. فهمت يا أستاذ؟ تمام. وبسط وبسط بقى وبسط في الأربعة دول مين اللي ثابت؟ الإيه. خد الإيه على المشترك صح؟ أهي خدنا الإيه على المشترك، هطلع لك B داش C داش أهو أور B داش C أور B C داش أور B C. خد بين التو تيرمز الاولين دول بي داش عامل مشترك اهو. اتفضل لي انا بي داش افتح قوس سي اوكسي داش، وناخد من الترمين دول ال
البي اهو، يبقى عندي سي داش اور سي بس واحد، هيطلع لك في الاخر ايه تقوس بي داش اور بي، هتبسط لك للاي. فهمت يا هشام؟ تمام يا دكتور. ماشي. الأربعة دول جنب بعض، الأربعة دول جنب بعض ليه جنب بعض يا هشام؟ لأن في وقت فاريبل بيتغير في الوقت الواحد. فهمت يا هشام؟ تمام يا دكتور. وقت فاريبل بإيه؟ ثابت فيهم، بيتغير بيتغير فيهم كلهم. واحد يعني عندك هنا إيه؟ بي داش سي داش. خلاص يا هشام؟ تمام. ثبتت الاي بي داش، بقول لك وان فاريبل بس بتغير في الوقت الواحد، ثبتت مين يا هشام؟ الاي بي داش، واقوم مغيرين مين يا هشام؟ ونقدر ناخد بقى عامل مشترك السي. لا ما انا بقول لك ليه جنب بعض، ليه جنب بعض؟ عشان ليه الاربعه دول جنب بعض؟ ما انا بقول لك اهو كمان حتى تشوفها من شكل الفاريبل، مش قلت لك الكيماب دي او الحاجات دي جرافيكال ديفايس، ما انت هتشوف كل حاجه جنب بعضه، انت شفتهم جنب بعضهم اهو، الله باين واضحه زي التلفزيون بتاعك، شايف كل حاجه على الشاشه قدامك، دول جنب بعض. بقول لك ليه جنب بعض؟ كان راجل مهندس يعني، انت راجل مهندس ولازم كل حاجة يبقى لها سبب، صح ولا غلط؟ تمام يا دكتور. هنا بقول لك امتى يبقوا جنب بعض؟ لو في وان فاريبل بيتغير في الوقت الايه يا هشام؟ بيتغير في الوقت الواحد. بس فاريبل واحد مش اتنين فاريبل. فانت مثلا ثبت الاي بي، ثبت مين؟ اي بي داش اهو، صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. وهنغير السي اهي، اي بي داش اهي، مين اللي اتغير؟ ايه بي داش اتغير هنا، سي داش بعد كده بقت سي اهي. بقى السي اتغير، يبقى الاثنين دول جنب بعض. فهمت يا استاذ هشام؟ تمام يا دكتور. طيب مين اللي اتغير؟ مش السي؟ هنثبت بالظبط. دلوقتي ونغرر البي اللي هي قدامك ده، ده ها، صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. السي اهيا اتغيرت، كانت سي داش اتغيرت لسي، هنسيبها زي ما هي، والاي زي ما هي قدامك، صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. مين اللي على الدور؟ البي، صح؟ كانت بي داش بقت ايه؟ بقت ايه؟ اهي كانت هنا بي داش، اهي كانت اي داش، بقت بي داش تحولت لمين؟ بي. بي. فده جنب ده يا هشام، ها جنب ده. نيجي بعد كده مين اللي اتغير يا هشام؟ البي، صح؟ تمام. دي ثبتها اهي، يبقى مين اللي عليه الدور؟ السي داش، السي تتحول للسي داش، بالاربعه دول جنب بعض، طيب في وان فاريبل في الوقت الواحد بيتغير، وبالتالي الثابت هو التبسيط، هو الثابت فيهم اللي هو الاي زي ما احنا اثبتناه. فهمت يا ابني؟ تمام يا دكتور. والبي سي جت قدامك، هناخد ده هو في الجزء ده، ها ده عباره عن اي داش بي سي، وهنا اي بي سي، خد البي سي عامل مشترك، بي سي عامل مشترك، يطلع لك اي او اي داش، يعني التبسيط يساوي البي سي. صعبه؟ لا تمام يا دكتور. ناخد مثال تاني، يقول لك مينيمايز ذا فولوينج بولين اكسبريشن باي، المفروض يوزنج او باي يوز او ماشي باي يوز اوف ذا كي ماب او كارنو ماب،
قدامكم. نفس الطريقة يا هشام باشا، تمام. عندنا كام فاريبل هنا يا هشام في الاكس ده، اكس اكسبريشن بتاعك ده، كام فاريبل؟ 4 متغيرات. 4 متغيرات، اللي هو عبارة عن الاي والبي والسي والدي، وبناء عليه هنعمل كي ماب لكام فاريبل ب4 متغيرات ب16 قدامك. كده. قدامك يا هشام باشا. صعبة؟ لا تمام يا دكتور. هنشوف انا في الاكسبريشن بتاعي في كام فاريبل واعمل الماب الخاصه بيه. هو بيقول لي بي سي داش اهو، هشوف البي سي داش ثابته فين يا هشام، احط مكانها وحي. صعبه؟ لا تمام يا دكتور. اهو هشوف اتجاه الافقي واتجاه الراسي، السي داش ثابته فين؟ ها ثابته فين السي داش والبي عشان اجيب بي سي داش، مش هي كده؟ تمام. ثابته فين في السكوير اللي هو اي داش بي سي داش دي، واي بي سي داش دي داش قدامك اهو. اقول تاني، لا ايه تمام. عندنا الاي سي داش البي سي داش اللي اول ترم ده ثابت، ثابتين فين؟ هبص في اتجاه الافقي واتجاه الارضي، ثابته فين؟ البي ثابته في السكوير ده اللي هو ده اي داش بي قدامك، صح؟ في اتجاه الافقي، فاهم يا هشام؟ تمام يا دكتور. واللي بعده برضه البي ثابته، مظبوط ولا مش ثابته؟ اهي ثابته، ما اتغيرتش، الظاهر هو الايه؟ مظبوط؟ كان هنا اي داش وهنا الايه؟ في طيب نيجي للسي، ثابته فين؟ ثابته في السكويرز الاربعه، يعني لو عندك الاربعه سكويرز دول ثابته فيها السي والبي، صح؟ تمام يا دكتور. ده اي داش بي، لو انت ثبتها، لو انت جاهز تثبتها، تثبتها بالبولين الجبر رولز، هطلع لك فعلا بي سي داش. يبقى اللي عندي البي سي ثابته فين بقى؟ في الاي داش بي سي داش دي داش او السكوير، وثابته فين كمان؟ اي بي سي داش دي داش، صح يا ابني؟ تمام يا دكتور. كمان اي داش بي سي داش دي، صح؟ تمام يا دكتور. ثابته فين كمان؟ اي بي سي داش دي، صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. تاني ثابت فيهم دول كلهم بي سي داش، لو انت خدت بي سي داش زي ما خدنا قبل كده يا هشام، تمام. طلع اي داش بي داش اور اي بي داش اور اي داش دي اور اي اي دي، يبقى تفضلك عندك يا هشام، صح؟ تمام يا دكتور. قلت بي سي عن مشترك، هطلع لك اي داش دي داش اور اي دي داش اور اي داش دي اور اي دي، صح؟ تمام. هيطلع لك انا بي سي داش بره القوس، خد دي داش عن المشترك، صح؟ اتفضل لي هنا تمام يا ايه دكتور. اور اي داش اور، خد دي عن المشترك في الترمين اللي في الاخر دول، قال لي اي اور اي داش. انت تعلم الاي اور اي داش بيساوي واحد، يطلع لي بي سي داش افتح قوس دي اور دي داش اللي هي بيساوي واحد، يبقى التبسيط بتاعك بيساوي بي سي داش، فهمت يا هشام؟ تمام يا دكتور. هيفتح ما افتحش دي، فهمتها فهمتها؟ وفهمت البوينت الاكسبريشن. ايش، وبالتالي تقدر تعمل الباقي كله بنفس الاسلوب، نفس الايه؟
الاسلوب نفس النظام. عندك نعمل دي مثلا الاي بي، الاي بي ثابته فين؟ الاي بي الاي بي تمام، الاي بي ثابته في الصف الثالث اهو. الاي بي بقول اي بي فقط اللي هو في العمود ده هو يا هشام صح؟ اه تمام يا دكتور. الاي بي ثابته ولا مش ثابته؟ ثابت اهي، يبقى ده تحط فيه وحي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم دكتور تمام بنفس الاسلوب يعني. خلاص حطينا الوحيد، ولا اعمل كمان حاجه تانية ولا فهمت؟ عن نفسي فهمت، ما اعرفش هل حد عاوز نشرح له اكتر يا جماعه؟ لا يا دكتور شكرا. مفهومه يعني؟ اه تمام ماشي. نبص بقى، حطينا الوحيد جوه الماب، حطينا الوحيد جوه الايه الماب، نبسط ازاي؟ نبص على هو 16 سكوير، هل في 16 واحد جنب بعض؟ مفيش. مفيش 16، نبص على اتنين اهي اللي 2 اس 4 16. مفيش. نبص على 2 اس 3 اللي هي 8، مفيش عندها 8 وحاجه جنب بعض. 8 وحاجه جنب بعض ممكن تجيبهم ازاي؟ اهو اربعهم، لو هنا اربع وحايد وهنا اربع وحايد اهو جنب بعض. فهمت يا ابني؟ تمام فهمتش. تمام فهمت. دي معناها جنب بعض، اربع وحايد جنب بعض. او تاخد اربعه من فوق واربعه منين؟ واربعه منين؟ من تحت، دول جنب بعض. فاهم ولا مش فاهم؟ تمام. او ممكن تاخد الاربعه دول اهم اللي في الحواف دول، الله يبعده. شايف ولا مش شايف؟ بس مش دول ثلاثه كده، معناها اربعه من بعض. فهمت ولا فهمتش؟ او الاربعه دول كلهم من بعض. شايف ولا مش شايف؟ شايف، بس مش طالع الصف الاخير ده والثلاثه كده، دول ثلاث وحيد اللي هو عند اي بي داش. ثلاث وحيد فين يا ابني؟ ما اي بي داش اللي هو صف اي بي داش ثابت فيه. اي بي داش اهو ماشي، ما في اي مشكله. اصل دي جت ده مابنج، انت عملت الحاجات ده، مش انت طبقت دول على الماب؟ تمام. زي ما يطلع زي ما يطلع، ما مش مشكله. ولكن بقى بص بقى عشان ابسط يا هشام، خلاص حطيت الوحيد في الماب خلاص ماشي تمام. ببص بقى، هل في 16 واحد جنب بعض؟ مفيش. هل في 8 جنب بعض؟ مفيش. نيجي نبص الأربعة جنب بعض، هتلاحظ الأربعة دول جنب بعض، صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. إيه اللي ثابت فيهم يا هشام دول؟ في اتجاه رأسي واتجاه أفقي. في اتجاه رأسي ده يا هشام، ده هو مين اللي ثابت؟ اتجاه أفق ده يا هشام، مين اللي ثابت؟ البي البي بس، البي وسي داش. البي بس وسي ده، يبقى التبسيط بتاع دول ده هم الأربعة دول، هو مين؟ بي سي داش. تمام. نيجي نبص زي ما انت بتسأل، في ثلاثة هم، شايف ثلاثة واحد وده وده، ثلاثة وحيد هم الواحد ده والاثنين وده هم، ده هم الواحد ده والواحد ده والواحد دول ثلاثة صح؟ اه تمام. نحتاج واحد كمان عشان نبقى أربعة، ناخد الواحد ده هو معاه. فهمت ولا فهمتش؟ تمام يا دكتور. ده زي اكس زائد اكس زائد اكس زائد، هو نفس الاكس، فكررنا الواحد ده مرتين، خدناه مع الاربعه اللي هم، وناخده كمان مع دول عشان يبقى عددهم اربعه. فهمت يا استاذ؟ اه تمام يا دكتور. ايه اللي ثابت هنا في الاربعه سكويرز دول؟ ادي الاي ثابت، وادي ودي اللي هو الاي ثابت والدي ثابت بس، يبقى التبسيط هو ايه دي؟ اه تمام. انت هشام باشا؟ اه تمام يا دكتور. نيجي نشوف الاربعه دهم، الاربعه دول اربعه قدامك اهو، اهم حاجه تعمل كفر الوحيد باي شكل. الاربعه دول
صح؟ ايه ثابت فيهم يا شباب؟ تمام. ايه اللي هو ثابت فيهم؟ سي 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 دي داش. يبقى هو ده التبسيط. يبقى التبسيط بتاعك هو بي سي داش اللي خدته من السكوير ده اهو، صح يا هشام؟ تمام يا دكتور. و الاربعه واحد دول جابوا لي اي دي، وده جابوا لي سي دي داش. يبقى التبسيط كله بي سي داش اهو، بي سي داش اور اي دي اور سي دي داش. سي دي داش، فهمت يا ابني؟ تمام يا دكتور. انت الوقت ممكن تسأل سؤال، لان انت بعد كده لو خدت واحد جنب بعض هيعقدك اكسبريشن، هتيجي تقول لي هاخد الاثنين دول مع الاثنين دول، اقول لك لا ما عادش ينفع. بقى ليه بقى يا هشام؟ لان عملنا كفر لكل ايه يا هشام؟ الكل كل الكل الوحيد وحيدة موجودة اهي، كونك عملت كل الوحيد الموجوده لا داعي تعمل بقى كفر تاني. هتقول هاخد الاثنين دول مع الاثنين دول، ايه اللي يحصل يا هشام؟ هيعقد ايه؟ عقد الدنيا. ايه عقد الاكسبريشن؟ هتجيب ترم جديد اسمه ايه يا هشام؟ ايه اللي ثابت ماشي. في الاربعه دول؟ ايه؟ ها؟ ايه سي؟ الاي ثابت وادي السي ثابت، يبقى اي سي. يبقى انت بدل ما كان الاكسبريشن بيتكون من ثلاثه ترم، يبقى الاكسبريشن بيتكون من كام ترم يا هشام؟ بكام؟ أربعة كده. يبقى الاكسبريشن اتعقد ولا لا؟ اتعقد. اتعقد، وبالتالي تكون عملت كفر لكل الوحيد حسب القوانين بتاعتي دي، لا داعي ان انت تعمل كفر لحاجه زياده، ولا غلط؟ لا تمام دكتور، تمام. فهمتها دي؟ ده مثال ثالث اهو 12، مينيمايز ذا فولوينج بولين اكسبريشن يوزنج كيما قدامك، فهمت؟ تمام. عرفت دلوقتي ازاي تحط وحيد في الماب؟ تمام. هنا ايه؟ نعمل لك واحده كمان علشان ايه سي داش دي؟ ايه سي داش دي؟ اهو ايه سي داش دي؟ ايه اللي ثابت هنا؟ اللي ثابت هنا في اربع وحيد، اهو وادي اتنين وادي اتنين وادي اتنين ايه تحت. ثابت فين في اتجاه الرأسي؟ ها؟ تمام. اتجاه افقي ثابت هنا وهنا ولا غلط؟ لا تمام يا دكتور. شايف اللي بتاع المظلل ده ولا مش شايفه؟ ايوه شايفه. والسي داش دي ثابته هنا برضه، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى عندك الاثنين سكوير دول اللي ثابت فيهم ايه وايه كمان؟ الايه والسي داش دي هحط مكانهم واحد. فهمت ولا ما فهمتش؟ اللي تمام هو يا دكتور. وبالمثل الكلام ده كله عندك اي داش بي سي داش دي اهو، اي داش اهو، فين اي داش؟ اي داش بي قدامك، صح؟ تمام. اي داش بي سي داش دي، سي داش دي، يبقى عندك السكوير ده لوحده بس، صح؟ تمام. اي داش بي اهو، وده السي داش دي، احط واحد بس. انت يا استاذ الفاضل تمام. ايه داش اهو بي داش دي، ايه داش ثابته فين؟ في العمود ده كله، صح؟ تمام. ايه داش ثابته في كل هذا العمود، صح؟ تمام اهو. بس دي ثابته فين بقى؟ دي ثابته فين؟ هنا هنا، صح؟ وهنا. تمام. يبقى عندك اللي ثابت في الاي داش بي دي هما الاثنين دهم بس، صح ولا غلط؟ تمام يا دكتور. احطوا حاجه مين مش فاهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. غير الاستاذ هشام اللي انا شغال معاه من الصبح، معاه من اول محاضره.
أستاذ مصطفى أشرف. الأستاذة فاطمة محمد عبد السلام. تمام يا دكتور فاهمين. يا أستاذة فاطمة، فاطمة مشت على مشت فاطمة هانم. لا يا دكتور. الأستاذة مدونة. يا جماعة مين اللي مش فاهم؟ تمام يا دكتور والله. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور احنا فاهمين. تمام والله. وخلاص. لا تمام يا دكتور كلنا فاهمين. ها حطت الوحيد ومبصم. هي كي مبني 16 فيها 16 سكوير، هل في 16 واحد جنب بعض؟ هل فيه؟ لا ما فيش يا دكتور. ما فيش. نبص على الثمانية، هل في 8؟ لا ما فيش. في 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 8 اهو. في 8 اهو. لا لا اسف ما فيش واحد هنا من حق. اسف. انا انت احسن مني، انت احسن مني. لا انا ما شفتهاش يا دكتور للاسف. ماشي. دول ما فيش 8 صح؟ طب بس لو في واحد هنا تمشي. عارف لو في السكوير ده واحد تمشي؟ ها؟ لو هنا واحد ممكن ناخد التمانية دول جنب بعض. فاهمني ولا مش فاهم؟ تمام. وشو مستمتوا نستخدمه؟ هنا في صفر. ايه فيش تمانية. ما فيش ايه؟ فيش تمانية تمام. اخوهم رصوا على مين؟ الله ربع. صح؟ عندك ربع وحاجة جنب بعضهم. تظبط يا هشام؟ تمام يا دكتور. ايه بقى التبسيط بتاعه دي بيسروا ايه يا هشام؟ التبسيط بتاعه اللي هو الثابت. اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده ثابته في الاثنين ثابت في الاربعه دول هو مين يا هشام؟ في انا اسف اللي هو سي داش دي انا اسف كده اس يبقى الاربعه دول يجيبوا لي السي داش دي ماشي؟ تمام يا دكتور. في اربعه تانيين عندك هم الاثنين دول مش الحافه دي يا هشام هي نفس الحافه دي؟ تمام. يبقى الاثنين اللي في اقصى اليمين دول هما جنب الاثنين اللي في اقصى ايه؟ اليمين دول الشمال دول صح؟ الشمال تمام. ايه اللي ثابت فيهم يا هشام؟ في الافق ايه اللي ثابت في الاربعه دول؟ الافق دي داش صح؟ تمام. دي داش في الراس هو مين؟ في الراس تمام في الراس ثابت فيهم اللي هو البيج ثابت فيهم في الراس يا ابني في الاتجاه الاربعه دول في الاتجاه الافقي اللي ثابت فيهم هو مين بي داش اللي هو دي ثابت دي داش دي داش الاربعه سكوير المظللين دول لو انت بص في الاتجاه الافقي اللي هو اي بي داش اي بي اي داش بي اي داش بي داش ايه اللي ثابت فيهم ثابت فيهم الامانه في حاجه مش واضحه يعني كده البي داش تمام يا دكتور ولا مش معايا لا لا تمام الاربعه سكوير دول في الاتجاه الافقي اللي هي بنتكلم عن اي بي داش اي بي اي داش بي اي داش بي داش اللي ثابت هو مين فيهم في الاربعه سكوير دول البي داش بي داش تمام ولا مش معايا لا تمام يا دكتور شفتها خلاص ونيجي في اتجاه الرأسي ايه اللي ثابت فيهم يا هشام الرأسي هنا في سي دي ثابت فيهم يبقى دي يبقى التبسيط كله بي داش دي تمام فهمت يا هشام تمام يا دكتور يبقى التبسيط هو بي داش دي بي داش دي تمام نيجي نبص بقى هنا نيجي نبص هو المبدأ في نقص حاجة يعني نيجي نبص يا هشام الوحيد دي الوحيد اللي تحت ده هل لسه عاملها كفر؟ لسه عملناش صح ولا غلط؟ تمام يعني انت عملت كفر للاربعة دول وعملت كفر للاربعة دهم صح؟ تمام يا دكتور لسه مين يا هشام؟
لسه دول لسه التلات واحد اللي تحت دول. طيب نعملها ازاي؟ ممكن نخلي واحدين تحت دول الاربعة دول مع بعض. اه تمام صح تمام. اه يعني انت ممكن تقرر ده وده. ايه اللي ثابت فيهم عشان في اتجاه الافق وتجاه الرأسي؟ ماشي في الاتجاه الافقي في ثابت فيهم اللي هو اللي هو الايه ثابت فيهم وتحت ثابت فيهم السيده سيداش سيداش صح يا هشام؟ اه تمام. ايه سؤال بس دول. صح قابل مين يا هشام الواحده؟ اه تمام تمام. نعمل مع الواحد اللي فوقيه يبقى هيساوي مين بقى؟ ايه اللي ثابت في دول؟ ها اللي ثابت هنا A داش B داش وايه كمان ده في اتجاه الافقي؟ ده في اتجاه الافقي ثابت فيهم الدي سي داش الدي الدي اتغيرت بقى دي داش. لا بس ايوه اللي في اتجاه هنا هنا هو دي دا دي دي داش صح ولا هنا سي داش دي داش سي داش دي سي دي انت بدات من هنا لا اخر اخر حاجه خالص اللي اخر اخر سي داش مضروبه مضروبه دي الا دول الاثنين دول مع بعض الاثنين دول مع بعض تمام تمام. ايه اللي ثابت فيهم؟ اي داش بي اي داش مش سي داش وايه كمان سي داش وسي داش. اه تمام يا دكتور. عباره عن اي داش بي داش سي داش هو ده التبسيط الكلي بتاعك. دكتور بس اخر 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 لا اخر سي داش اللي هي اخر دي؟ حاجه في اللي هي حضرتك في القرن ما اللي فاتت كان اخر عنصر اخير سي داش دي مش المفروض كان يبقى دي داش او كده؟ هي احنا انا قلت لك يا هشام باشا انا قلت لك ايه دلوقتي لما اتكلمت انا في بدايه الماب صح؟ حضرتك قلت الترتيب تمام عاوز تعملها اعملها بالشكل اللي يعجبك صح؟ اه تمام يا دكتور. انت عاوز تبدا بالاي داش بي داش ابدا بالاي داش بي داش صح؟ اه تمام يا دكتور. عاوز تبدا بالاي بي داش ابدا بالاي بي داش احنا هنا بادئين هشام بالاي بي داش صح؟ اه تمام فهمت تمام اهو هنثبت الاي ونغير البي مظبوط؟ تمام. يبقى بقى لما كانت بي داش بقت بي البي اتغيرت اللي عليها الضر هو مين يا هشام؟ اللي عليها البار دلوقتي هي الايه؟ كانت ايه بقت ايه داش هنثبت الايه داش ونغير البي صح؟ اه تمام يا دكتور. وعملنا بنفس الكلام لو عملتها باي اي فورمات هتطلع نفس النتيجه. تمام يا دكتور. اي سؤال؟ لا نفس تمام يا دكتور. اي سؤال؟ ممكن حاجه اسمها نون يونيك جروب. يعني ايه نون يونيك جروب دي؟ ان انت الفانكشن اللي انت عاوز تجيب لها اكسبريشن مش انت بتجيب علاقه بين الانبوت والاوتبوت؟ الاوتبوت بتاعك ده ممكن توصفه ب لو انت وصفته باتنين سمبليفايد اكسبريشن مختلفين عن بعض يبقى اسمه نون يونيك جروب. نون يونيك لان انا بوصف الاكسبريشن بتاعي باكتر من شكل. فهمت يا ابني؟ اما يعني انت كل اللي فات ده كان يونيك كل ده ما اقدرش اوصف اي حاجه هنا يعني ده ما هو ده يونيك اهو اكسبريشن مفيش اكسبريشن تاني يوصف الاكس دي. فهمت يا ابني؟ تمام يا دكتور. ده يونيك. اما لو انت وصفت هذا الاوت بوت اكسبريشن باقصى من اللي جبت وصفت الفانكشن الاوت بوت باكتر من اكسبريشن الاثنين زي بعض بس مختلفين يعني تو اكسبريشن بيأدوا نفس النتيجه. فهمت يا ابني؟ بس مختلفين عن ايه؟ عن بعضه صح؟ تمام. ده بيسموه نون يونيك زي كده قدامك اهو الوحيد موجوده قدامك صح؟ يعني هي في واحد في السكوير ده وواحد في السكوير اللي تحته اهو شوف اهو
الاثنين وحيده هي نفس الاثنين وحيده مظبوط يا ابني؟ تمام يا دكتور. والاثنين وحيد دول هو نفسهم الاثنين وحيد دول هم. والاثنين وحيد اللي تحت دول هم نفسهم الاثنين وحيد صح ولا غلط؟ تمام. بس عملت لهم كفر باشكال مختلفه. باشكال ايه مختلفه؟ زي ما انت شايف قدامك كده صح؟ تمام. على تو اكسبريشنز تو سمبليفايد اكسبريشن مختلفين عن بعض اهو بس بيأدوا نفس النتيجه. يؤدوا نفس الايه نتيجه النتيجه ده بيسموه زي ما العنوان قال لك اهو اسمه نون يونيك جروب. قدامك الوحيد حطيتها على الماب اهي يا ابني ممكن ناخد الاثنين دول مع بعض صح؟ ها تمام دول والاثنين دول مع بعض والاثنين اللي تحت دول مع بعض قدامك جابوا لي الاكسبريشن ده. فهمت يا استاذ؟ اه تمام يا دكتور. يعني دول الاثنين دول جابوا لي اي بي الاثنين اللي تحت دول جابوا لي بي داش سي داش صح؟ تمام ده هو الاثنين دول يجيبوا لي مين بقى؟ اي داش سي. هنا في غلطة مطبعية هنا. اي داش مين؟ اي داش سي. اي داش سي ده غلطة انا غلطت فيها دي انا اسف يعني. مش واضحة قدامك هيا؟ ايه السبب الاتجاه الرأسي والاتجاه الافقي؟ السبت ايه داش هو السبت؟ ومين؟ وادي البي وبي داش. اي داش وادي السي السي سبت اهو. صح؟ بالله عن اي داش اي داش سي حاول تصلحها دي. ماشي؟ تمام. ماشي؟ اه تمام يا دكتور. تيجي نعمل كفر للوحيد ده مرة تانية. مفيش أي مشكلة. مش الواحد ده جنب الواحد اللي تحته؟ تمام. يبقى الثابت فيهم ايه؟ الثابت فيهم هو الاي والسي داش. ايه وايه كمان؟ والسي داش. ايه سي داش. وهم واخد الاثنين دول مع بعض. ايه اللي ثابت فيهم؟ البي بي ثابت اهو. بي سي. سي. وهم واخد الاثنين دول مع بعض. كبر تاني خالص. هيبقى ثابت فيهم مين؟ اي داش ومين كمان؟ وبي داش. واضح؟ اه تمام يا دكتور. اكسبريشن مختلفين عن بعض سمبليفايد تو اكسبريشن مختلفين عن بعض فده اسمه نون يونيك. بيأدوا نفس الغرض نفس الايه؟ الغرض ايه؟ نفس الغرض بس انت تجد الاكسبريشن ده لو انا مكانك يعني الاكسبريشن ده تجده في كم بار هنا؟ واحد اثنين كم؟ ثلاثة. ثلاثة اللي هو الـ A داش B داش C داش. هنا برضو A هنا قلنا في غلطة هنا صح؟ هنا A داش A داش C صح؟ تمام أيوه. موجود بار على الـ A وبار على الـ B وبار على الـ C زي التاني بالظبط. فالاثنين نفس النظام يعني نفس التفصيل. هذا البار زي ما هي صح؟ اه تمام. يعني موجود بار على الاي وبار على البي وبار على السي في كل الاكسبريشن والاثنين صغيرين. اعطيت مثال قدامك اهو ازاي تبسط ها؟ زي ان ايه؟ ازاي نبسط؟ تبسط. هل صعبه؟ لا لا تمام. اشرحها لك ولا مفهومه دي؟ عن نفس تمام نشوف باقي الناس. يا جماعة عندك هنا ناخد 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 أي واحد يعجبك ده طبيعي أيضا يونيفورم نون يونيفورم أو نون يونيك نون يونيك جروب تمثال للنون نون يونيك جروب قدامك نفس الأسلوب. انا حليناها بقطع يعني جالك اهو شايف
الاكس دي يعني الاوتبوت اكس اللي بتاخده من هذه الثلاث كيماب بثلاثة اكسبريشنز مختلفين عن بعض اهو. تمام. نون يونيك جروب قدامك. الصعبة؟ لا تمام. ماشي يا فندم. في حاجة اسمها دونت كير. دونت ايه؟ انت الوقت لما عملت العمل بتاعك عملت العمل تمام صح؟ شغال فيه تمام شغال فيه. وخش على اي اي سي لها داتا شيت. لها ايه؟ داتا شيت. داتا شيت وتجد في الداتا شيت ثلاث حروف دايما بنستخدمهم، اما اتش او ال او اكس. تمام يا دكتور. يعني انت لو شفتها عندك في الداتا شيت ولا ما شفتهاش؟ شفتها ايوه معايا شفتها قبل كده والداتا شيت معايا في ايدي اهو دلوقتي. طيب تجد فيه اتش وال واكس. اتش دي معناها هاي. يعني ال H لوحدها. اه تمام. دي موجوده فعلا في الداتا ده قدامي اهو. ده لوجيك ده هاي بتمثل لوجيك 1. لوجيك ايه يا ابني؟ لوجيك 1. تمام تمام. وال L لو بتمثل لوجيك 0. لوجيك ايه؟ لوجيك زيرو. تمام. زيرو بدل ما يقول لك وان او زيرو بول هاي ولو. ده دايما في الداتا شيت. فهمت ولا اه؟ فهمت. دي اكس بقى دي اكس اللي عندك ده هي هتشوفها كتير. دي هي دونت كير. دونت ايه؟ دونت كير. دي في الداتا برضو ولا اه؟ موجود عندك في الداتا شيت. اكس ممكن تجدها عندك في الديكودر. الديكودر انا معايا اكس الاكس نور وحضرتك اللي قلته بالظبط موجود فيها اهو قدامي. اكس ريت اكس هايف اكس اشوفها في الداتا شيت بتاعتك. ممكن تشوفها في الديكودر والكلام ده. اه تمام يا دكتور. قدري معاك. اه الديكودر. ايوه اجيب الداتا بتاعت ثانيه. خلاص انا بعدين ابحثها. اه تمام. هتجد في هايف اكس. ماشي يا هشام. اه تمام. الاكس دي دونت كير ممكن تاخد صفر او تاخد ايه؟ او واحد يعني. واحد. اه يعني الاثنين صح. الهاي لازم تكون واحد. لوجيك 1. اه تمام. لازم تبقى لوجيك 1. فاهمني؟ تمام يا دكتور. لو لازم تكون لوجيك ايه؟ لازم تكون لوجيك زي. لازم كده عشان السيركت تشتغل مظبوط. فهمت يا ابني؟ تمام يا دكتور. اما الاكس اي دونت كير على اي دونت كير اباوت اللوجيك ليفل عليها. اي دونت ايه؟ اي دونت كير. تمام. ممكن تكون صفر ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون صفر او تكون واحد. بس ده الاكس دي ممكن تكون صفر او واحد حسب ما انت شايف في السيركت. مش هتأثر على شغل السيركت لو خليتها صفر او خليتها ايه؟ خليتها واحد. تمام. السيركت مش هتأثر. فهمت يا هشام؟ اه تمام يا دكتور. هي الدنيا كلها هتجد في راجل صح؟ تمام. وفي اي واحده انثى وفي واحد ثالث بين الاثنين. مش ده اللي بيحصل؟ تمام يا دكتور. يعني الدنيا كلها كده. ما فانت حسب بقى لو حاجه كنت كير هتبسطك الاكسبريشن لو خليتها واحد خليها واحد صح؟ تمام. لو تبسط الاكسبريشن وتخليها صفر خليها صفر. صعبه؟ لا تمام يا دكتور. صعبه دي؟ لا تمام. هل هو اللوجيك سيركت
is to be constructed that will implement the plain expression. عايزين نبسطه ده. فهمت يا هشام؟ اه تمام. A B dash شوف A B dash C or A dash B C or A dash B dash C dash دول غصب عنه كلهم في الاكسبريشن يا هشام. تمام. وانت عامل sum of product sum of ايه؟ of product. يبقى عند هذا عند الترم ده لازم أن يبقى واحد هبقى هاي وده ترم يبقى ايه كمان لازم يكون ايه يبقى إيه؟ لازم يكون واحد تمام لسه برود إيه؟ مش انت بتعمل هذا الاكسبريشن عند الوحيد تمام ايوه يبقى الاوت بوت هنا برضه لازم يكون يساوي واحد صح تمام وقال له هو ان الترم اي داش بي داش سي ايه از دونت كير ستيت يعني ده دونت كير ستيت صح A-B-C فهمت يا هشام؟ هذا الترم A-B-C حسب ما انت شايف ده ممكن تخليه واحد وممكن تخليه ايه؟ ممكن نخليه واحد او زيرو عادي او زيرو عادي لو انت شايف ان لو خليته واحد هيبسط الاكسبريشن خليه واحد فهمت يا ابني؟ تمام يعني لو هيبسط الاكسبريشن لو خليته صفر خليه صفر صعبة؟ لا طبعا يعني ممكن نخليه واحد او زيرو عادي الحد ده حسب حسب الحاله اللي قدامك صعبه لا تمام ودوت هذا في سم او برودكت لما لما نعمله من دروس تيبل بالظبط كده اه تمام فهمت يا هشام اه تمام يا دكتور حطيت الوحيد بتاع الاي بي داش سي اهي اي داش اهي اي بي داش سي اللي هو ده اي بي داش A B dash C A B dash A في B A B dash C A اللي هو ده صح؟ تمام حطيته واحد شايف بتاع المظلل ده؟ تمام و A dash B C ناخد A dash B C أو A dash B C A dash B C صعبة؟ هذا الواحد التاني ناخد الثالث A داش B داش C داش اللي وراه فهمت يا هشام؟ تمام يا دكتور يعني خليها واحد A داش B داش C اهي A داش B داش C اللي هو ده اهو اه تمام اللي هو مين؟ الحد ده هو تمام ده السكور ده قال لي دونت كير قال لي ايه؟ دونت كير ممكن ياخد صفر او ايه؟ او واحد او واحد لو جت تبص هذا السكور المربع ده انا لو خليته صفر خليته ايه صفر مش هتبسط مش هيبقى معقد صح تمام لو صفر انفصل الواحد ده عن الواحد ده فصل يعني هاخد بقى ثلاث وحيد جنب بعض ملهمش علاقه ببعض صح تمام يا دكتور واحد ده ملوش علاقه بيه ولا الواحد ده له علاقه بيه فالاكسبريشن مش هتبسط هيبقى ايه بي داش C or E dash B C or E dash B dash C صح؟ تمام يا دكتور بدل ما اخليه صفر اخليه ايه؟ نخليه واحد عشان نبسط الدنيا هيبسط الدنيا هتلاحظ ان ناخد الواحد ده اهو اللي هو دونت كير مع الواحد اللي جنب التبسيط هيساوي كام؟ هيساوي التبسيط هيبقى كام؟ B dash C صح؟ تمام واخد الواحد ده اهو اللي هو دونت كير ده مع الواحد اللي فوقه هيساوي كام؟ اي داش بي داش صح؟ تمام يا دكتور واخد نفس الدونت كير ده لما خليته واحد اخده مع الواحد اللي تحت هيساوي اي داش مين؟ اي داش سي صح؟ تمام يبقى الاكسبريشن اتبسط ولا ما اتبسطش؟ اتبسط شر اتبسط بس في سؤال بس يعني في في العالم يعني مثلا في الاجهزه الحقيقيه الواقعيه يعني ازاي في حاجات ما يعني بتقبل دوت يعني ازاي يعني قدروا يعملوها حاجه زي دي كده يعني الجهاز هقول لك بس على حاجه سيب السؤال دلوقتي عشان هتعرف لما تيجي تبسط لما تيجي قدام ما احنا لسه لازم تشوف يا سيد هشام دايما الحاجه يعني انت محتاج ايه انت محتاج ايه عشان بنعملها والله غلط تمام يعني انت محتاج تتصل
بالناس وانت بره البيت صح؟ تمام. عملوا لك الموبايل والله غلط. تمام يا دكتور. لو انت مش محتاج حد يتصل بك في البيت، العالم كله يعني في وسيله ثانيه للاتصال، ماشي هعمل لك موبايل والله غلط. تمام يا دكتور. يعني انت جعان هتروح تطبخ مظبوط ولا غلط؟ تمام. ما مش جعان هتطبخ ليه؟ ولا هتروح مطعم مظبوط؟ تمام. يعني دوت ليه تطبيقات في الحقيقه وليه استخدامات. تصمم، هنشوف الكلام ده قدام. اما تيجي تصمم مثلا سنكرونس كاونتر، سنكرونس ايه؟ كاونتر، هتعرف الكلام ده قدام. هتحتاج حكايه البونت كير دي، ده لابد منها يعني. تمام. تمام. مش عاوز اخش لك في الموضوع ده شويه لان ها؟ تمام. الموضوع متقدم شويه دلوقتي. طب يعني تمام اهو استنى قدام بقى. لحظه واحده بس، معرفش هنا ولا هما احيانا بيقول عليها اكس. اهي قدامك شايف؟ تمام. شايف الاكس دي؟ تمام. شايف اهي، هي نقطة كده اهي عشان اصمم اهي، دي تصميم قدامك شايف يا ابني؟ في اكسات كتير هي في وحايد وصفار وبتاع، فانت ما تعرفش تصمم الا هيجي لك حاله في الاوتبوت. اما صفر او كام؟ يا اما صفر يا اما واحد، اعبر عنها ازاي؟ تمام. دونت كير وبسط شايف؟ تمام. الكمامة اهو تخلي الاكسات دي الكمامة صاي او ايه؟ هنا واحد هنا واحد جنبك صح؟ تمام. مخليها واحد عشان يتبسط على يمينه وحي وبسط صعبة؟ لا لا تمام جدا، هي كده. ما هي يعني انت محتاج ايه فبنطلع حاجة. اي سؤال يا باشا؟ لا تشكر جدا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. انت خدت انت في اعدادي صح او السنة بتاع ده، خدت انت ازاي نحول الناند الاند واور والكلام ده صح ولا مختاش؟ انا نفسي بعرف اعملها بس ما اعرفش اعدادي. لا الدكتور قال طبيعة الدايرة وفي بدايتها نعملها دي. ماشي يا ابني. تمام يا دكتور. المحاضرة دي وفي تمارين عندك هيا اكسرسايزز كتير قدامك، حاول تحلها وتقدمها للمعيد بقى. تمام. سؤال بس دكتور، هل بعد ما احل الاكسرسايز دي يا دكتور هل لازم ارجع بقى للكتاب احل تمارين في التمارين فيه برضه ولا ايه بالظبط؟ اي تمارين توصل لك اعملها. تمام. اي مشكلة. تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. اي سؤال؟ انا عن نفسي تمام. اي زمايلك اي سؤال؟ تمام يا دكتور. ماشي يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا بس. انا هقفل انا اسجل اهو. هنسجل الغياب اهو. دكتور معلش بس هو انا عايز اسال سؤال هو بقى. يا بيه لحظة، ايوه يا فندم. بقى في غياب على المحاضرات؟ مين؟ بقى في غياب على المحاضرات؟ في غياب طبيعي. خلاص اصلا كان الغياب غياب في السكيشن، فكنت عايز استفسر. غياب في المحاضرات وفي غياب في السكيشن. خلاص تمام يا دكتور، شكرا جدا. ماشي يا فندم، انا هعمل بقى هوقف التسجيل اهو.